الحائط، وربما تأتي تسديدة مباشرة من هذا المكان بالقدم اليسرى للاكاي. لاكاي بيسدد، جول جول أول سريع يأتي الآن في الشوط الثاني لفريق ميلودي سان داونز. لاكاي يسدد بالقدم اليسرى قذيفة، صدها الحارس البرازيلي ويلينتون، وفي المتابعة يأتي أونيانغو بالهدف الأول في هذه المباراة. برايان أونيانغو يفض الاشتباك ويسجل الهدف هذه المباراة الآن بمتابعة ولا أحلى ولا أروع. تأتي التسديدة من جانب مدافع فريق ميلودي سان داونز ليسجل الهدف المباراة في الدقيقة الثالثة من زمن الشوط الثاني. خطأ فادح من جانب ويلينتون، لم يكن يشاهد الكرة بالطريقة الجيدة، فوجئ بتغيير اتجاه الكرة أيضا من تسديدة اللاعب ليلاكي، وعلى طول في المرمى يسجل برايان أونيانغو أول هدف في المباراة. وبترو ليس لديه حيلة الآن إلا الهجوم، إذا بترو لا حل له إلا الهجوم. ركنية لعبة عالية في محاولة للسيطرة على هذه الكرة من جديد من جانب فريق بترو أتلتيكو. على الجهة اليمنى جريدي يلعب كرة عرضية، جول جول من أجل الأمان والأمال الأنجولية للمرور والعبور إلى الدور نصف النهائي لبيدرو أتلتيكو دي لواندا. تياغو أزولاو وديريس أونيانغو، تياغو أزولاو، تياغو أزولاو، 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 أزولاو يسجل.